وعلى مدى يومين تابعنا مباريات المرحلة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. الجمعة فاز الاتحاد على الباطن 3-2 وتغلب الطائي على الحزم بهدف، وتعادل الاتفاق والفيحاء بهدف لهدف، وفاز الهلال على الفيصلي 3-2. السبت فاز النصر على الفتح بهدف، وفاز التعاون على ضمك بالثلاثة، وفاز أبها على الرائد بهدف، وحسم الشباب كلاسيكو المرحلة على حساب الأهلي 4-3. جردة المرحلة مع حيدر وتار. جولة الغيث، جولة قلب النتائج، أصعب جولة في تاريخ أبجدية الجردة. تتقلب الأحوال ويبقى للمنتصر هوامش يكتب فيها ما جرى كيفما شاء. سبعة منتصرين في الجولة، كل واحد منهم له أن يكون بقصته الرابح الأكبر دون أن ينتقص شيئا من الستة الآخرين. أسعفتنا الصدارة لنقول باجتهاد إن الاتحاد الرابح الأكبر بحجة أن القمة لا تتسع لاثنين. سبعة تلقوا مرارة الهزيمة في هذه الجولة، كل واحد منهم له آهات تجعلنا ننسى خيبات الستة الآخرين. حتى بالاجتهاد اختلفنا، ربما الأهلي فهو الذي لا نعرف كيف سيخرج من محنته. أربع هزائم متتاليات في آخر أربع مباريات، نقطة بعيدا عن أندية القاع، وتاريخه لن يشفع إذا ما تواصلت الآهات. أكثر من مدرب قلب الطاولة في هذه الجولة لمصلحة فريقه، هو لوحده سير فريقه من البداية حتى النهاية إلى شواطئ الأمان، ولو كان الخصم مفاجأة الموسم، ولو اختلف نجوم السكري. صبر، وفي الجولة حقق مع التعاون ثالث انتصار له. جوزيه غوميز مدرب الجولة. تم التعاقد معه أصلا ليكون مسجلا للأهداف. أمام الفيصلي تحمل المسؤولية وسدد من نقطة الجزاء بنجاح، قرب النتيجة. ولو ظل الهلال حينها متأخرا رغم ضغوط النتائج لم يستعجل، عرف أهمية التوقيت لتفادي الوقوع في براثن الفار وصافرة التسلل. هو بالأهداف وفر على الهلال الكثير من الحرج والسؤال. بافيمتي غوميز مهاجم الهلال رجل الجولة. هذه الجولة جولة الحراس بامتياز، المفاضلة بينهم لم تقل صعوبة عما سبقتها في الجردة من اختيارات. بعضهم خسر النتيجة ولو أبدع في الذود عن العرين، بعضهم تلقى أهدافا وانتصروا مع أنديتهم. سنتابع خلال الجردة إبداعاتهم. الاختيار وقع على مارتن لوكوف حارس الطائي، حافظ على شباكه نظيفة وطار فريقه في نهاية الأمر في الوقت القاتل بكل نقاط المباراة.